بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في صوم شهر رمضان، وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القرآن، واقطع عنا حزب الشيطان، وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان، اللهم وبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم أسكننا الجنان، وزوجنا من الحور العين الحسان، وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام، بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا صيامه، وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه، وإتمامه وقبوله، وتوفنا مع الأبرار، اللهم وبلغنا رمضان، وبارك لنا فيما تبقى من شعبان، وارزقنا صيام رمضان، اللهم وارزقنا صيام رمضان، اللهم بلغنا رمضان أياما عديدة وأعواما مديدة، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.